أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عند أبعاد ودلالات ما جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية من أن تبون يشدد على الانضباط والسرية في تسيير الدولة، وأن عهد التسريبات ولا كما تقول الوكالة. إذن قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن تبون يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، فلم يعد بحسبها تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار موازٍ غير رسمي وغير منظم مثلما كان عليه الأمر لما يزيد عن عشريتين مضت، في إشارة واضحة لعهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي مر بالمناسبة عام على وفاته. واعتبرت الوكالة أن تبون عكف على عصرانة تسيير المؤسسة الأولى في البلاد وإضفاء الاحترافية عليها، والتقدم الهائل الذي تم إحرازه في تسيير هياكل رئاسة الجمهورية حسب زعم الوكالة. وأكدت أن المعلومات فيما يخص التعيينات لم تعد تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، ولا تجرؤ أي وسيلة إعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين، بل أن المعنيين أنفسهم لا يعلمون ذلك مثل ما حدث مؤخرا مع الولات كما قالت الوكالة. وأضافت أن عهد الإشاعات ولا وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك ولا أين كانت؟ تقول الوكالة جريدة إلكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية. ويثير هذا المقال تساؤلات حول موضوع التسريبات والتعيينات في مقابل الجدل حول التسريبات التي عرفتها الإقالات والتعيينات المتوالية في الجيش والمخابرات بشكل خاص، والتي تم تسريبها قبل الوقت لموقع في الخارج في فرنسا بالذات يملكه جزائري وعلى مواقع التواصل. اللافت هنا أن تبون هو دستوريا القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يؤكد معلقون. لقراءة أبعاد ودلالة هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر أستاذ سعد بعقمة الكاتب الصحفي وكمال جمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحسام غانم المحامي والقيادي في حزب الكرامة. أستاذ سعد بعقبة، نبدأ معك، قراءتك لهذا المقال لوكالة الأنباء الجزائرية، توقيته ودلالاته. والله أنا نتمنى هذا المقال يكون صحيح، يعني يكون فعلا أن الدولة تحكمت في التسريبات هذه، لأن التسريبات هذه كانت مزعجة فعلا، خلخلت أركان الدولة وعندها مدة وهي تتم، ماهيش جديدة، يعني عندها تقريبا أكثر من 3 سنوات وهي تشتغل، وسببها ماهوش كما يقولوا قلة وطنية، ولا سببها هو الضغط الحاصل على وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام ما عادتش هي مصدر الخبر للمواطنين، وبالتالي ولات الوسائل الأجنبية اللي تروح لها هذه التسريبات هي الأساس. ولا أعتقد أن نتمنى أن توقف هذه التسريبات حقيقة، لأن توقف التسريبات معناه بداية العمل الجدي لدولة المؤسسات ودولة القانون، وهذه ما زلنا بعاد عليها. والدليل على هذا، الدليل على هذا ان التسريبات هذه ما توقفت ولن تتوقف، هو ان المعلومه هذه نفسها قبل ان تاتي بها وكاله الانباء الجزائريه على لسان الرئيس او على من اعطاها من الرئاسه للوكاله، تسربت الى موقع اجنبي. انا سمعتها من موقع في لندن،
باللي راح التسريبات الان انتهت، بس ما قبل ما تقولها وكاله الانباء. يعني حتى هذا الخبر اللي ينفي التسريبات هو نفسه كان تسرب قبل ما يتسرب الاجهزه الداخليه، يعني وكاله الانباء. يعني ولذلك الامر غير جدي في الموضوع هذا، وما اعتقدش ان الامور تتوقف، لان الاسباب الحقيقيه للتسريبات وهي المتعلقه بضعف المؤسسات وصراعاتها مع بعضها واهتمامها بهوامش القضايا الوطنيه وليس القضايا الاساسيه اللي تحكم اللي تقلق البلاد في التنميه والبطاله والحاله الامنيه وغلاء المعيشه والمسائل تاع الحرقه والعلاقات تسير الخارجي للعلاقات الدوليه العشوائي ومشاكل الاحتيال والنصب على المؤسسات تاع الدوله. كل هذه القضايا الحيويه ما زالت اسباب حصولها ما زالت قائمه، وبالتالي لا يمكن ان يتوقف هذا المرض الخطير فعلا تاع التسريبات بمجرد انك تعين مسؤول ولا انك صحيح انه ممكن دير مسؤولين يغلقوا الامور، ولكن العلاج الحقيقي هو معالجه اسباب هذه الظاهره وليس معالجه نتائجها. ايضا الخبر يحمل بطياته خبر تكذيبه لما يقول باللي الان المسؤولين اللي يتعينوا في المناصب هما نفسهم ما يعرفوش الخبر حتى يقراوه في التلفزيون ولا يبلغوهم به. هنا يبين لك باللي مؤسسات تاع الدوله ما تشتغلش، معناها هذا الناس يتعينوا في في في, في الغرف المظلمه حتى المعني بالامر ما يعرفش، في حين ان الامر السليم لتعيين المسؤولين هو انه تقع منافسات بين الكفاءات على المنصب الواحد بين 10 و 15 واحد وفي الضوء وفي الشفافيه ويتعين المعني بالامر. هذه القضايا اللي تعارب حقيقه التشريبات وليس مثل هذه الامور. قال والله اني وليت نتكتم على من اعينه في مسؤوليه حتى هو ما يعرفش، الى درجه انه اعادونا العهد تاع بوتفليقه اللي قال باللي احد وزير الاعلام قال باللي انا تعينت وانا عند نحي في درسي عند طبيب الاسنان، يعني قال حليت فمي في طبيب الاسنان. يعني فعلا مأساة، بزاف اللي الوزراء اللي تنحاو هما ما سمعوا الخبر في التلفزيون. هذا في حد ذاته هو دليل على ان اخلاق الدوله ماهيش موجوده. يعني كيف تعين واحد وهو ما على بالوش؟ هذا يعتبر عمل وطني، عمل جيد. هذه كارثه، المفروض ما يتقالش مثل هذا الكلام. يبقى معنا استاذ سعد بعقبه. استاذ كمال قمازي، ما رايك؟ تبون تقول الوكالة يشدد على الانضباط والتسيير والسرية في تسيير الدولة وعهد التسريبات ولا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحية لك الأستاذ جمال الدين، تحية للأستاذ سعد بوعقبة، تحية لجميع الضيوف الكرام ومشاهدي قناة المغاربية داخل الجزائر وخارج الجزائر. طبعا هذا الكلام يعني كأن النظام يبنيه على أساس أنه نحن في جزائر جديدة والأمور تغيرت وصرنا في دولة المؤسسات. أصلا خطاب النظام دائما يبني على أنه دخلنا في انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات محلية واستكملنا البناء طرح المؤسسات، والآن يعني بدأ العمل وصرنا في جزائر جديدة. وهناك كلام كثير يروج على انه هناك تمهيد للاعداد العهده الثانيه لتبون، لانه العهده الاولى شفنا كيفاش يعني شابه المرض وافه الكورونا والاوضاع المتدهوره والوضع يعني تاع القمع وتاع التدهور يعني من ناحيه البطاله والتدهور الاقتصادي والفلاحي والغلاء المعيشه والحرقه وهذه الامور كلها التي جعلت هذه الثلاث سنوات، يعني العهده قريب تنتهي، ما زال منها سنتين، و
يعني شفنا كيفاش يعني مرت هذه الثلاث سنوات ليس فيها إنجازات، لم تحقق فيها أي شيء. فكأنه هذا الخبر يعني الآن خلاص، يعني صرنا في دولة المؤسسات والرئاسة لم تصبح مثل ما كانت في عهد بوتفليقة، يعني كان شغل طوق يعني. فالآن يعني كل شيء صار يعني منظم، وهذا الكلام كما تفضل يعني الأستاذ سعد وعقبة يعني، وكما قال الكثير يعني، أنه أصلا هذه المعلومة سربت يعني، هناك من سمع بها قبل نشرها في مقال تعويكات الأنباء الجزائرية. واللافت فيه يعني أنه إحنا نتذكر في عام 92 لما عبد العزيز بالخادم قال ما سمعت يعني بحل المجلس الشعبي الوطني إلا في الأخبار، يعني في نشرة الأخبار سمع باللي شادي بن جديد حل المجلس الشعبي الوطني. فهذا هذا المقال تعويكات الأنباء الجزائرية يعني يجعل المسؤول اللي يتنحى لا يسمع الا يعني بعد صدور البيان تاع الرئاسه، والمسؤول كذلك الذي يعين قد لا يشاور وما يكونش عارف يعني اصلا انه راح يكون وزير ولا راح يكون والي ولا راح يكون كذا. وهذه في الحقيقه ليس من المحاسن، بالعكس يعني هذه من مساوئ الامور. ومن والامر الكارثي الاخر انه يعني اعطاء انطباع انه خلاص يعني عهد بوتفليقه والممارسات البوتفليقيه، ونحن نعلم ان الوجوه يعني كلها كانت في عهد بوتفليقه وكانت حتى قبل بوتفليقه. فما الذي تغير في الجزائر؟ هل تبنى الجزائر الجديده بالوجوه القديمه وبالممارسات القديمه وبنفس العقليه، عقليه الحزب الواحد وعقليه يعني عدم توسيع دائره المشاركه السياسيه؟ اين البرلمان؟ اين ممثل الشعب؟ اين من يمثل الشعب الجزائري؟ يعني الطبقه السياسيه المهمشه المغيبه، وكذلك الإعلام الذي يعني يرهب يعني آخرها هذا الصحفي الذي اعتقل من أجل ما قال، يعني كان قادر يجوز مثلا في لجنة تأديب أو مساءلة أو شيء من هذا ويبقى مع أهله مع وليداته يعني. فهذا الجديد بالعكس يعني هو نشر التخويف ونشر الترهيب وعودة الوجوه القديمة التي كانت في التسعينيات. هذا كله لا يمكن أن تبنى به سياسة جديدة وممارسات جديدة وجزائر جديدة. طبعاً أستاذ كمال قمازي، الأستاذ حسام غانم المحامي القيادي في حزب الكرامة انضم إلينا الآن عبر الهاتف من بسكرة. أستاذ حسام، ما رأيك الانضباط السرية في تسيير الدولة؟ عاد التسريبات ولا فعلا؟ لما أن الأستاذ سعد باقبا يقول أنه هو شخصين استمع أنه هذا الحديث عن التسريبات ولا سرب لموقع في لندن. طبعا هناك تسريبات أخرى لموقع في باريس في المقابل عن التغييرات الأخيرة في المخابرات مثلا. نعم، مساء الخير أخي جمال، مساء الخير الأساتذة الضيوف الكرام. فيما يخص التسريبات التي تعرضت ربما لها الدولة الجزائرية أو هذا في هذا الخضم، أولا أخي جمال، السيد رئيس الجمهورية في البيان الأخير أكد على نقطة أنه بعدما استكملت بناء مؤسسات الدولة أصبحت اليوم الجزائر الجديدة ومؤسساتها بحاجة كبيرة إلى جميع أبنائها وخاصة أبنائها المخلصين الذين يحافظون على اللبنة الأساسية لهذه الدولة. لأنه أخي جمال البيوت هي أسرى، والجزائر بشعبها وبجميع أبنائها لديها أسرار، والدولة لديها أسرار يجب أن تحافظ عليها وتتكتم عليها. مؤخرا أخي جمال، وخاصة فيما يخص هذا التغيير الوزاري أو حتى
في الآونة الأخيرة تغيير الولايات كان هنالك صخب كبير في صفحات التواصل الاجتماعي. هنالك من يقول أن الوزير الفلاني تمت تنحيته والوزير الفلاني سوف ينصب، ولكن أخي جمال الدولة تعمل جاهدة على أن تكون أسرارها في انضباط تام، وخاصة فيما يخص المسؤولين والإطارات السامية. هنالك أخي جمال كلمحة فقط، هنالك من أكد على أن وزيرة معينة سوف يتم تنحيتها، وأخذت تغطية أنا نقول في 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 الفضاء الأزرق كبير على أساس أنها تمت تنحيتها، ولكن ظهرت أن هذه الوزيرة ما زالت في منصبها، ما زالت تعمل في خدمة دولتها الدولة الجزائرية. لذلك هذه السياسة وجب أن تستمر فيها، والرئيس يعلم علم أنه هنالك أمور تحاك للجزائر بالداخل والخارج، هنالك أمور يجب أن تضبط على 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 السكة الصحيحة أخي جمال. ولكن ليس الأجدر إن كان ذلك أن يتم في أهم المؤسسات، يعني أهم من والي منصب مدير في المخابرات، أليس كذلك؟ مخابرات الخارجية والداخلية، ومدير أمن الجيش خبره أن يسرب قبل إعلانه رسميا في موقع في فرنسا، أليس هذا يثير التساؤلات فيما شعار عهد التسريبات ولا؟ نعم أخي جمال، ربما هذه النقطة الدولة تعلمها، والسياسة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية يعمل في صمت، وهنالك بعض الأمور يتم تصحيحها، لأنه دائما أخي جمال نحن نؤكد على أن الجزائر مرت بحقبة زمنية، حقبة عاث فيها الفساد، حقبة كانت فيها دولة موازية أو على الأصح صحافة موازية، كانت فيها أبواق تستغل في جميع أسرار الدولة، وكانت تحاك هنا وهناك مؤامرات، وكانت حقيقة في العهد السابق أخي جمال كانت حقيقة أسرار الدولة كانت في جميع المحطات الإعلامية. ولكن اليوم الحمد لله نحن أنا كمحامي أخي جمال وما نعيشه من واقع اليوم في الجزائر نرى أن الدولة متحكمة في سياستها وتسييرها. وأعطي لك مثال، ربما حتى في السنوات السابقة كانت في أمور داخلية في امتحانات البكالوريا كانت تتسرب الأسئلة بكل سهولة، ولكن اليوم والحمد لله أصبحت سياسة متمكنة ومتمرسة وتحافظ على أسرارها، وبإذن الله الدولة الجزائرية راهي ضبطت أمورها وتسير في الطريق الصحيح. طيب يبقى معنا حسام غانم. إذن جدل كبير حول عهد التسريبات ولا في مقابل تسريبات تعيينات قادة المخابرات، مثل ما سنتابع جبار مهنا وبعده مدير أمن الجيش تم تسريبها قبل إعلانها رسميا. اسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 أنصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2022 أنصب رسميا العميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا للأمن الجيش خلفا للواء سيدي علي ولد زميرلي. سعد معقب، ما رأيك؟ هذين الخبرين أهم من الوالي، ليس كذلك؟ من منصب الوالي تم تسريبهما،
طبعا وكالة الأنباء الجزائرية تقول أن تبون يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، الجيش من شؤون الدولة ليس كذلك، وتبون هو القائد الأعلى كما كنا نسمع شنقريح القائد الأعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع، يعني هذه التسريبات المفروض معنية الرئاسة ليس كذلك، بينما طبعا وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت فقط عن شؤون قصر المرادية. هو تعيين المسؤولين على الأمن تاع البلاد هو اللي المفروض يكون سر من أسرار الدولة، ما يتعرضوش ليه هكذا، حتى لو كان يكون خبر عادي ما يكونش خبر وطني وتفتتح به القنوات وكذا كذا، ما عندوش يعني المفروض هذا هو اللي يوقع به التكتم وليس شيء آخر. ولما كنا دولة ما كناش نعرفوا نهار يعينوا مدير المخابرات تاع الله يسام، ولا ما كناش نعرفوا، ولا نعرفوا مدير الأمن الداخلي ما نعرفوش، حتى لو كان نعرفوه في في في, في, في النشاطات كنا نحتكوا به ما نعرفوش. يعني ما حبيت نقوله أن أخبار تعيين الولات ولا تعيين الوزراء ماهوش سر من أسرار الدولة، المفروض يكون من حق المواطنين يعرفوه، لأنه في العادة في الدول المحترمة لاكسي للوزارة ولا لاكسي للمنصب والي يتم بمنافسة بين عديد من المرشحين وتوقع المفاضلة بيناتهم في الأطر النظامية والقانونية من حيث الكفاءة ومن حيث النظافة ومن حيث القدرة الصحية ومن كذا، ويفوز بها واحد ويكون شفافية، هكذا تكون 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 الشفافية في تعيين المسؤولين. ما هوش سر، لما يولي سر هو اللي خطر على البلاد، لأنه يولي يتحكموا فيه ناس ماناش عارفين شكون يعينوه وكيف يتعينوا الطرق. تنجم تقول الآن ما هي الطرق اللي تعين اللي يتم بها تعيين وزير ولا يتم بها تعيين ولي ولا تعيين سفير؟ ما كانش فيها الطرق المحددة ضمنيا تحت يقولون باللي يدير مصالح الأمن يدير عليه تحقيق تاع الصلاحية، ولكن ما نعرفوش ما هي عناصر هذه الصلاحية. يعني ممكن واحد بكري كانوا يديروا لانكيت على المسؤول الوالي، ولا ثلاث أجهزة، الأمن ولا الأمن الشرطة والدرك، إلى درجة أنني سمعت المرحوم حتى في الحزب الواحد كانت الأمور فيه احتجاجات على الطريقة هذه في التعيين. سمعت مرة مساعدي الله يرحمه لما كان الشخصية الثانية في البلاد قال باللي هذه الحكاية تاع تعيين المسؤولين بتقارير أمنية ماهيش مقبوله، لان لازم تقييم سياسي، وقال الكلمه تاعو المشهوره قال جدارمي ندير له مشوي تاع كبش ممكن يسود ملف تاع اطار مقدود. يعني حقيقه تاع فعلا مثل هذه الامور المفروض قد ما تكون فيها الشفافيه وتبتعد عن فكره سر من اسرار الدوله قد ما تكون ناجعه ومليحه. يعني ايضا من الحاجات المؤسفة حقا الحكاية تاع مرض الرئيس ولا مرض مسؤول، المرض ماهوش سر من أسرار. والعجيب في الأمر أن مثلا بوتفليقة لما مرضه راح لفال دو غراس، المصالح المخابرات الفرنسية عارفة الملف كامل والفرنسيين عارفين كامل والعالم كامل، وإحنا عندنا مخبيين وعلى على على الرأي العام الوطني قالوا سر من أسرار الدولة. كيف يصير من أسرار الدولة بالنسبة للشعب وبالنسبة للإطارات تاع الأمة في البلاد اللي هنا ديروا عليه الملف تاع مرض الرئيس سر من أسرار الدولة، والدول الأجنبية عارفة والمخابرات الأجنبية عارفة؟ أي نوع من الأسرار هذه التي تحجبها عن الناس؟ فعلا لابد من إعادة النظر جذريا في مفهوم أسرار الدولة وفي مفهوم التسريبات، ولازم قطع دابر التسريبات، لان التسريبات حقيقه تشوش على البلاد في المسائل المتعلقه بالمفاصل الحيويه في اقتصاد البلاد وفي التسيير العملي للبلاد. هذه المسائل الحيويه وهذه لا تتم الا بتنصيب مؤسسات حقيقيه شرعيه تحت سلطه الشعب وكما بقيه البلدان. ولهذا نقول باللي البرلمان هذا المزور
والمؤسسات المنبثقة عليه كالحكومة وما شابه ذلك لا يمكن أن يكون لها الدور المطلوب في الرأي العام ما دامت بهذه الوضعية التي هي مرفوضة من طرف الشعب. طبعا تبون قال بأنه دعا إلى أن البرلمان لا يناقش قضايا الدفاع وأسرار الخارجية العلاقات الخارجية، ولكن سيد سعد بعقبة نود أن نستوضح منك، يعني عندما تقول وكالة الأنباء الجزائرية تبون يمارس الدور المحوري في تسيير الدولة، ثم تتحدث أنه لم يعد هناك أول عهد التسريبات، ولكن تشير فقط إلى قصر المرادية، ولكن تبرز في البداية أنه تبون هو الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة. هل لهذا الكلام علاقة بوفاة بوتفليقة، عام على وفاة بوتفليقة، عندما تشير مرور لما كان الوضع لأزيد من عشريتين مضت في عهد بوتفليقة، ثم في المقابل ماذا عن التسريبات في الجيش؟ تبون هو المفروض القائد الأعلى للقوات المسلحة، هل لهذا الكلام رابط بما يتم تسريبه من داخل مؤسسة الجيش، أم أنه كلام فقط لوكالة الأنباء الجزائري؟ هذا إذا كان هذا الكلام موحى به من رئاسة الجمهورية فهو يشبه بالمثل اللي يقول كاد المريب أن يقول خذوني. رئيس الجمهورية حقيقة هو لازم يكون محور السياسة الداخلية والخارجية تاع البلاد والدفاع وكذا. هذه تحصيل حاصل، المفروض الدستور يكرس هذه الحكاية. كون الدستور فيه تجاوزات ماهوش مطبق هو المشكلة، ماهوش المشكلة أن الرئيس مارسها، كي مارسها ماهيش مشكلة، يعني لما ما يمارسهاش كان. وهذا الأمر يذكرنا أيضا بسنوات الأولى اللي استلم فيها بوتفليقة، تتذكر أنه كان يقول أنا ما نقبلش نكون ثلاث أربع رئيس، لازم نكون كامل رئيس كامل، يعني ربع رئيس ما حبش ينقصه له. نفس الحكاية، واش ما زالت مطروحة الحكاية هذه حتى الآن؟ ومن حاجات اللي تقلقني حتى ونخاف على مستقبل البلاد ونخاف على مؤسسات الدولة ونخاف على بلادي، أنا نسمع مثل هذه الأمور في هذه المطروحة. يقولوا رانا في مرحله جديده تاع مؤسسات الجزائر الجديده. الجزائر الجديده المفروض الممارسات القديمه ما تبقاش مطروحه. ماهوش عيب ان الرئيس يولي هو كل شيء في البلاد، يعني ما دام الدستور يعطي له هذه الصلاحيات، ماهوش عيب ان الوزراء يتعينوا بمسابقات، ماهوش عيب ان الناس تعرف المرشحين قبل ما يستلموا المهام تاعهم. العيب هو انه يتعينوا في الظلام ويتعينوا في كما كانوا بكري بطرق تاع الزبائنيه والشيتا والمعرفه والجهويه والعائليه وما ذلك من الامور، والرجل المناسب في مكان المكاسب وما ذلك من الامراض التي تكرست في اجهزه الدوله طوال 60 سنة من الممارسات. يعني فعلا المسألة حيوية في هذا المجال. لا بد من تجاوز مثل هذه الأمور في هذه الظروف. يعني الحكاية تاع التسريبات شيء خطير إذا كانت تتعلق بالقضايا اللي عندها علاقة بالمصالح العليا للبلاد، بأمن البلاد الحيوي وبالمصالح العليا للبلاد اللي فعلا تمس الاستقرار تاع البلاد ولا وحدة التراب الوطني ولا علاقات البلاد الحيوية مع الدول الأجنبية ولا حاجات من هذا النوع اللي عندها قيمة في 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 تسيير البلاد. أما خبر تاع تعيين والي ولا تنحية وزير ولا كذا لا 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 يعد سر من أسرار الدولة في هذه الأمور، وتحويله إلى سر من أسرار الدولة هو الخطر الفادح في هذه. أيضا حكاية تاع الناس اللي أنا لما نسمع بعض الناس يقولوا باللي راهو الآن تفتح الملف تاع العهدة الثانية لتبون وأن الناس بدأت تتحدث عليه وكذا، نخاف، لأن احنا كنا نتمناو بعد الحراك وبعد ما يسمى بالمؤسسات الدستورية اللي قالوا تم انتخابها أن مسألة الرئاسيات اللي ما تجينا نحكم كروشنا تنتهي، يعني ما نبقاوش كل ما تجي رئاسيات نخافوا على البلاد. يعني إذا كان الرئاسيات ما زالوا لها عامين ولا عامين ونص وإحنا نبدأ الصراع من الآن، معناها أن مسألة الرئاسيات أزمة ما تحلتش.
اسمع معنا استاذ سعد بعقبه، اسمع معنا في هذا الصدد ما قاله تبون قبل اشهر عن موضوع الاشاعات عندما عاد من العلاج في المانيا وحديثه عن العلاقه بالجيش، وانه كلام نسمعه من تبون. وجودكم هو لتنوير المواطن. إيه لكن إذا كان تبقى قال لا باش ما نزعجوش لا طرح سؤال المواطن راه يستنى في أجوبة. أنا قلت لك الناس اللي يقول لك راه استقال والجيش ما قبلوش الاستقالة، واحد يقول لي ما أنا يقول لك خلاص وقعت منه على شهرين في الفيديو، شفت الفيديو شهرين ويمشي خلاص فيني. لا إله إلا الله، والشعب يأمن هالخرافات. 10 ملايين جزائري مشاو باش أسسوا الجمهورية الجديدة، مشاو لصناديق الانتخاب. الناس المحرومين الأكثر حرمان نسميهم أنا مناطق ضلت 8 ملايين و500، هادو قاع نخدعهم أنا باستقالة. هذا لعب هذا. لا لازم التغيير يكون، التغيير يكون. ولا بدا اشاعات من زمان، اشاعات انا قلت لك حتى النهار اللي مشيت انا باش نعالج باش تيفاكوي جا لحقتني قال لا راهم دايرينو في كسموه لا قدر الله، قال لها قال راه في ان تريك لا ريفريجير لي في راه في لا مورغ ما قدروش يخرجوه باسكو قرصوا عليه هذا. في بعض الأحيان الظن أنهم حاجية ألف وليلة وليلة لا لا صحة أكثر من أنا قسمت على نفسي أن النهار اللي يبغي ندير حاجة نخبر الشعب هو الأول. أستاذ كمال قمازي تبون يتحدث عن حاجية ألف ليلة وليلة يعني عن الإشاعات طبعا والجدل حول عهد التسريبات ولا، ولكن تسريبات مستمرة فيما يخص مثلا يعني تعيينات أهم من الولاد في مدراء المخابرات، يعني بينما الكلام يعني وكالة الأنباء الجزائرية تتحدث عن تبون الذي يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة. يعني تبون قائد الأعلى للقوات المسلحة دستوريا ووزير الدفاع. نعم طبعا متى تنتشر التسريبات وتنتشر الإشاعة والأخبار من هنا وهناك نتيجة عدم الشفافية، لأنه في الدول الديمقراطية هناك الملحق الصحفي أو النطق الرسمي، النطق الرسمي في الحكومة، النطق الرسمي في الخارجية، النطق الرسمي في الرئاسة، البيت الأبيض الأمريكي يوميا يعني هذه الناطقة باسم البيت الأبيض يوميا تقابل الصحفيين والصحفيين يسألوا أسئلة محرجة ويتعمقوا لأنه يمثلوا الصحافة الحرة والمعلومة التي يجب أن تقدم للمواطن. إذا كان الأمور لا تسير بشفافية فالإنسان وتحرم الصحفيين من الوصول إلى المعلومة، فعند ذلك الناس تقول ما عندهاش ثقة لا في نشرة الأخبار تاع التلفزيون العمومي ولا في الصحف والجرائد ولا في يعني، فتصبح الناس تجيب الأخبار من مصادرها الخاصة، وخاصة نحن في عصر الإنترنت وعصر الفضاء الأزرق وعصر المعلومات وعصر الصحافة الاستقصائية. كان الناس مختصين في هذه الأمور، لهم مصادرهم ولهم وسائلهم، هناك من يشتري المعلومة ويشتري الأخبار، هناك يعني لا يمكن أن تحجب يعني تصير عكس التيار تاع التاريخ ومسار التاريخ. يعني نحن في عالم مفتوح والناس يعني تصل إلى الأخبار بوسائلها الخاصة، ولهذا يعني هذه التسريبات أكيد يعني إذا حجبت الخبر عن الشعب وحرمته كما كان يعني تبون لما يتكلم يقول قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، لأنه الناس عاشت عقود من الـ من الـ كيفاش نقول هذاك الجدار تاع الصمت وحجب الخبر الحقيقي عن المواطن، ولهذا تنتشر يعني والكثير من الإشاعات عفوا الكثير من التسريبات
ظهرت باللي صحيحه. يعني احنا دائما يعني خاصه في السنوات الاخيره نسمع انه راح يتنحى الوزير الفلاني، راح الوزير راح ينصب الجنرال الفلاني او راح يسجن الفلاني. ولكن ليس منصب، ليس تعيين جنرال مدير المخابرات الخارجيه يعني كخبر اهم من تعيين والي، وانه يقول طبعا تقول الانباء الجزائريه انه المعنيين انفسهم يعني الولاه لا يعلمون ذلك كما يشير الاستاذ سعد بعقبه، بينما يتم تسريب اخبار مهمه عن داخل الجيش، يتم تسريب حتى تسجيل فيديو لتسجيل اوديو وفيديو لمن وصف بخزنه قايد صالح من سجن البوليده مثلا، بينما يتم الحديث عن تعيين والي وانه زمن الاشاعات ولا يعني. هذا الكلام وتوقيته هل هو مرتبط بفعلا كما تشير الوكاله ب عهد بوتفليقة وعام على وفاة بوتفليقة وجزائر جديدة مع تبون الذي كان يقسم بأن برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة سيستمر، أم أنه فيه رابط ما بتسريبات اللي تتحدث في مؤسسة الجيش؟ يعني الوضع متحكم فيه في المرادية في قصر الرئاسة بينما هناك تسريبات في الجيش، أم ماذا؟ نعم واضح سؤالك، هو في الحق يعني يعني وين يبان الكلام عن والي او رئيس دائره او مدير في شركه او كذا امام تعيين مدير المخابرات، يعني شيء خطير اذا وصلنا الى تسريبات مثل هذه، يعني فالامر يعني غير طبيعي. وهذه في الحقيقه ليست المره الاولى، ماهوش هذا هو العام الاول والعام الثاني، يعني هذه تكررت عده مرات، تعيين المسؤولين الامنيين او القيادات في الجيش او قاده النواحي او ما الى ذلك كانت تتسرب يعني قبل وقوعها، وهذا شيء خطير. يعني فالكلام عن والي او مدير او وزير او كذا هذا يصبح يعني شيء ماهوش يعني. اما التوقيت بالنسبه للتوقيت اكيد يعني هو الكلام هذا عام على مرور على وفاة بوتفليقة، ولكن من جهة أخرى أنه تقريب تنقضي 3 سنوات على عهد التبون ورح تبقى 2 سنين فقط، يعني بعد بضعة شهور رح يولي عام وشوية يعني. فالانتخابات الرئاسية على الأبواب، يعني عامين ماهوش يعني الزمن رح تمر بسرعة، ولهذا هناك تهيئة، لأنه كما ذكرت سابقا أنه ال3 سنوات تعتبون لم تحقق فيها إنجازات، يعني الأقل بوتفليقة ساعده يعني طول المدة، و يعني ارتفاع أسعار البترول بعد غزو العراق وظروف معينة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ويعني جاته ظروف معينة ساعدته، ولكن هذه 3 سنوات تعتبون لما تنزل للشارع تسمع الناس تقول لك الكورونا والوباء والغلاء والحرقة وكذا والبطالة والآفات الاجتماعية والعنف الاجتماعي وغلاء يعني حتى الفلاحة وكل البضائع المستوردة والسيارات ما كانش لا تعت السنوات لا تعت كذا، يعني كل الجوانب يعني راهي في السوداء. وهذا في الحقيقة يعني كيف يروج لعهدة جديدة وبدون إنجازات سابقة؟ فعلى الأقل يعني هذا الخلاص راهي التسريبات انتهت، والآن صرنا في دولة مؤسسات وصارت الرئاسة هي اللي تتحكم في الأمور وهي قمة وهرم الدولة، ويعني نوع من إعطاء يعني إنجاز لمؤسسة الرئاسة. ابقى معنا أستاذ كمال قمازي، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نتوقف فيها عند أبعاد ودلالات ما جاء في مقال
لوكالة الأنباء الجزائرية أن التبون يشدد على الانضباط والسرية في تسيير الدولة، وأن عهد التسريبات ولا. أستاذ حسام غانم، أعود إليك، المحامي والقيادي في حزب الكرامة. طبعا الوكالة تشير إلى تبون الذي يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة وتسيير شؤون قصر المرادية، ولكن التسريبات قد تكون كما كنت تقول في الجزائر الجديدة توقفت فيما يخص الولايات، ولكن التسريبات في قضايا أهم مناصب مدراء المخابرات يتم تسريبها لمواقع في الخارج أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم أخي جمال. أخي جمال، فيما يخص سياسة الدولة هنالك سياسة خارجية وسياسة داخلية، هنالك أمور أمنية. لما السيد رئيس الجمهورية يتكلم على أنه يجب أن تتوقف، هي في الأصل كانت يعني في زمن مضى نؤكد عليه ونحن نعيش في الجزائر، كانت تعين وزراء ويعلم بهذه التعيينات مدة زمنية قبل حتى نشرها على مستوى الرئاسة. ولكن اليوم أخي جمال، الحمد لله رانا عايشين في الجزائر ونلاحظ هذا التغير وهذا التحسن. لما رئيس الجمهورية أخي جمال يؤكد على نقطة، لأن الولاة أو الوزراء هم إطارات سامون في مؤسسات الدولة، إطارات يعملون على تجسيد سياسة الدولة، سياسة الدولة التي ينتهجها مؤسساتها وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي انتخب من طرف الشعب، ونؤكد على أنه انتخب بشفافية وبديمقراطية بالرغم من أن حقيقة عشناها وهي ضعف نتائج التصويت، ولكن الشيء الذي نعيشه نحن ونؤكده هذا الضعف في النتائج أو عدم الإقبال على التصويت بقوة كان ناتج عنه أن الشعب فقد الثقة في الحكم، نقولها بكل صراحة، وخاصة في ظل السياسات الممارسة سابقا في عهد بوتفليقة. أخي الكريم، لما في العصابة السابقة كان وزير، وربما أكد على نقطة، السيد رئيس الجمهورية أكد عليها في العديد من المرات، الشعب هو السيد وهو صاحب السلطة في هذه الدولة، هنالك أمور يعلمها الشعب وواجب على رئيسها أن يخبرها في أقرب الأجال، ولكن هنالك أمور يجب التستر عليها ربما لخدمة هذه الدولة. طيب يعني تستر على ماذا مثلا؟ هل منصب والي بهذه الأهمية؟ ثم وكالة الأنباء الجزائرية تقول بأن المعنيين أنفسهم لا يعلمون ذلك، مثل ما حدث مؤخرا في تعيين ولات. سيد سعد بعقبة يقول هل هذا منطقيا يتم تعيين والي لا يعرف بأنه مثلا والي يتم تحويله من ولاية إلى أخرى، أو شخص ربما كان لا يعلم بتاتا يسمع في التلفزيون بأنه تم تعيينه واليا في ولاية؟ نعم أخي جمال، رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته بأتم معنى الكلمة، لأنه أؤكد على أنه في وقت سابق كان ربما وزير هو من يعين ولاة، كانوا ولاة أخي جمال يعينون بعض الولاة في ولايات صغيرة، ولكن اليوم الحمد لله الدولة متماسكة ومسيطرة على زمام الأمور، وهي من تعين ولاتها وهي من تمارس صلاحيتها بأتم معنى الكلمة. ولكن ماذا عن تعيينات؟ قد يكون هذا الأمر فيما يخص الولايات، ولكن ماذا في بالنسبة لتعيينات أهم؟ سألتك وأعيد السؤال، مدير المخابرات. نعم. الذي المفروض يعينه تبون قائد العالي للقوات المسلحة، الخبر يسرب قبل لمواقع في الخارج ولناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هل يتبون تقول بأنه يسيطر والوكالة تقول بأنه يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة؟ نعم نعم أخي جمال،
وهذا أنا وهذا ما يؤكد عليه الرئيس أنه قد ولى ومضى زمن التسريبات. لأنه أخي جمال هنالك دسائس وهنالك بعض الأبواق في الخارج تعمل جاهدة على تشويش وعلى إزعاج عمل أو سياسة المنتهجة من طرف السيد رئيس الجمهورية. سيدي جمال، أخي جمال، لما ذكرت زميلي في مداخلته لما ذكر نقطة مرض الرئيس وعلاجه، لما هل هنالك قناة تربت؟ نحن في الجزائر لم نسمع أي قناة تربت أو أكدت ما هي الملف الصحي للرئيس. طيب. وهذا ما يؤكد أخي جمال على أنه الرئيس اليوم راه يمارس في صلاحياته وراه مضبوط متحكم في زمام أموره. طيب، يبقى معنا أستاذ حسام. أستاذ سعد بعقبة، الوكالة وكالة الأنباء الجزائرية تقول ولى عهد الإشاعات وتسريب المعلومات، صحيحة كانت أم غير ذلك؟ أين كانت فيه جريدة إلكترونية؟ وكثيرون قالوا ربما المقصود موقع تو سيغ لالجيري بالفرنسية، وقناة تلفزيونية معروفتان تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية. القناة هي المقصود هي قناة النهار طبعا، التي بالمناسبة المفارقة أنه مالكها النيابة طلبت تشديد العقوبة عليه بعد التماس 10 سنوات في قضيته مع تحكوت. أنا نحب ننبهك أولا، الخطأ راه شائع في الحكاية هذه تاع التسريبات. التسريبات ليست عيبة، تسريبات عند الدول المحترمة انستريمون يعني آلة من آلات الحكم، تنجم تسير بها كثير من القضايا سواء في الأمور الداخلية ولا في الأمور الخارجية ولا في العلاقات مع الدول. التسريبات ماهيش شتيمة ولا حاجة مش مليحة، بالعكس لما تحسن استخدامها من طرف الدولة ولصالح الدولة والأمة تصبح وسيلة من وسائل الحكم، وسيلة من وسائل الحكم الراشد الجيد. أمريكا تستخدم الوسائل التكنولوجية تاع التسريبات بكفاءة عالية. وأيضا الإشاعات، أنا قبل تقريبا 53 سنة درست حكاية الإشاعة، قرينا تقنيات الإشاعة في مدرسة الصحافة قبل 53 سنة. من أصول الإشاعة هو أن الخبر لما يكون هناك حدث يشغل بال الرأي العام وما تكونش حوله توضيحات للرأي العام تظهر الإشاعة، ولا يمكن القضاء على الإشاعة إلا إذا ظهرت الحقيقة. القضاء على الإشاعة هي الحقيقة. في الحالة اللي يتكلم عليها الرئيس تبون، ولا علاقاتي أزعم أنها جيدة، علاقاتي الشخصية أزعم أنها جيدة أو كانت جيدة مع الرئيس تبون طوال وقته كي كان وزير وكذا، علاقتي به جيدة وما تزال جيدة على الصعيد الشخصي، ولكن الطريقة اللي يسير بها أو الناس اللي أسند لهم مسؤوليات الإعلام هي اللي أدت إلى الحكاية تاع الإشاعات اللي يكون لها رد الفعل سيء على الرأي العام. يعني القضية اللي تكلم عليها تاع مرضه وكيفاش الإشاعات وقعت عنده صحيحة ومؤسفة، ولكن لو كان عنده جهاز إعلامي جيد وناس تاع مهنة حقيقة ماهمش وصلوا لها بطرق سرية كما راهم يقولوا ولا بطرق ملتوية ولا بطرق جهوية ولا صحبة ولا كذا، كانوا يعطيوا المعلومات للناس، يقضيوا على الإشاعة هذه لأن مرض الرئيس ماهوش سر، وبالتالي كان المفروض يقضيوا على الإشاعة هذه بالشكل هذا، ما يخلوهاش تولي كما تكلم عليها الرئيس وهو محق أنه يتكلم على مثل هذه الأمور. إذا هنا المسألة تاع التسريبات ولا تاع الإشاعة هي في النهاية سوء استخدام الإعلام وسوء استخدام الآلية هذه تاع الإشاعة فيما يفيد الدولة. إذا كان حقيقة الآن مصالح الأمن
ما نقولش مصالح الامن، نقولوا مصالح الامن في الامن في الجيش ومؤسسه الجيش قد تفوا وما بقاش بيناتهم هذاك الشنآن اللي كان يؤدي الى التسريبات المؤسفه اللي بهدلت بالامن تاعنا وبهدلت بالبلاد بالخارج، ولا ولينا مضحكه، صارنا كيما المصريين لما ولت تقارير تاع المخابرات الطايش في الشارع لما وقعت الثوره، يعني قريب احنا يوصل لنا ولا التقارير تاع الحيويه تاع تاع البلاد في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤسف. اذا كان وصلوا الى ان المؤسسه العسكريه اعادت اللحمه والان هذه نداركوها ونقولوا مرحبا بك، ولكن لازم استخدام هذه الامور فيما يفيد البلاد وفيما يفيد الراي العام، لا بد من انفتاح، موش الغلق هو اللي يؤدي الى قوه الدوله، لا، الانفتاح اكثر على الشعب واعلام الشعب بكل وقائع الامور هو. وهنا معناه ان العوده الى وضع اسس اعلام حقيقي قوي داخلي وخارجي للدوله يصبح مساله حيويه اساسيه، ربما قبل الحوائج الاخرى اذا كان حوس الرئيس يخدم صوره البلاد وليس صورته هو فقط. طيب، ولكن عندما يقول تقول وكاله الانباء الجزائريه تشير الى جريده الكترونيه بعينها والى قناه الى قناه النهار انه كان يسرب لها تسرب لها المعلومات من قبل، ثم اللافت انه هذه القناه ما زالت مستمره وبالعكس احدى الاذرع الاعلاميه للحديث عن انجازات تبون، وحتى هذا الموقع الالكتروني يبدو انه عاد ايضا حتى للحصول على معلومات وابراز وزير بعينه مثلا. الا تبدو هناك مفارقات يعني في الحديث عن انجازات في الرئاسه؟ هل كتب هذا المقال لابراز ما يقوم به بين قوسين هؤلاء الذين تقول انه عينهم في الاعلام تبون، ام انه ترويج كما كان يقول الاستاذ كمال قمازي للعهده الثانيه لتبون؟ هو انت تدفعني باش نقول لك حوايج مانيش حاب نقولها. القناه اللي يشير لها الرئيس هي هذه قناه النهار، في واحد الوقت لما كان هو رئيس حكومه شفتوا واش دارت له، وانا هو شخصيا عبر لي عن امتعاضه من هذه القناه وناصرته في وقتها ضد هذه القناه، يعني اعلاميا فتحت عليه الحصار اللي داروا عليه في ذلك الوقت، فتحت عليه الحصار وهذا كان واجبي، لان فعلا شفت باللي راهو انحراف، لان ولات المؤسسات جزء من المؤسسات العسكريه اللي هي المؤسسه الامنيه في ذلك الوقت كانت فتح النار على جزء من السلطه بغير وجه حق، يعني شفت واش داروا له. يعني انت تقصد عندما استاذ سعد نستوضح منك، انت تقصد عندما كان وزيرا اولا انه عندما كان ترشح للانتخابات الرئاسيه كذلك كانت اتهامات خطيره وقيل بانه سيري بوعزه والتي وراها داروا زوج حالات. نعم. لما نحاوها من وزاره الأولى. السكن. نعم. من وزاره السكن في 84 في 2004. نعم. لما نحاوها من وزارة السكن حرشوا عليه الصحافة وأنا نعرف هذه وفتحني بهذا الموضوع وفتحوا عليه النار بطريقة بائسة ومرمدوه في الحقيقة وبغير وجه الحق هذه المؤسسات، وأنا ناصرته وفي وقتها في ذلك الوقت ناصرته وقلت لا هذا موش إعلام، هذا كارثة في البلاد، وأيضا عاودوا الكرة في لما كان رئيس حكومه وناصرته وكتبت امور مكتوبه ما ليش نقول هذا كتبتها في وقتها، قلت واش ولد وزير مرته تدي شويه تاع 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 الحم تدير به في رمضان الوسم يقولوا باللي راهو متورط، يعني فعلا الهجوم لما كان في الحكومه من طرف العصابه. طيب. مشينا، ولكن المؤسف ان الرئيس اللي عاش هذا الوضع ما زال يحافظ عليه الان، ما زالت بعض القنوات تمارس نفس الحكايه الان. طيب، ولكن حتى انت المقوله اللي يقولها بوتفليقه، اسمح لي، المقوله اللي يقولها بوتفليقه انا وكاله الانباء
ما زالت وكالة الأنباء اللي تنطق باسم الرئاسة يعطي لها مثل هذا الخبر ولا يعطي لها مثل هذه الأمور؟ علاه؟ يعني فعلا باين باللي ما يعني ماهوش عيب انه لازم يضع حد للممارسه هذه، ولا تكون وضع حد للممارسه هذه الا بتحرير الاعلام كليه العام والخاص. ولكن هل متعلق الامر بشخصا بمنظومه؟ بيتبونا بمنظومه وممارسات منظومه طبعا تعرفها. طبعا طبعا الامر يتعلق بمنظومه، ولكن لو كان يدير خطوه في الاعلام مثلا ينجم يدير فتحه. انت تتذكر باللي بين 85 و 89 في يعني معارك كانت داخل لبنان، والانفتاح تم عن طريق الاقتصاد عن طريق الاعلام. تتذكر باللي الاعلام هو اللي كان راس حربه في الدعوه الى الاصلاحات في 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 في, في ذلك الوقت. يعني ممكن الرئيس لو كان تحداه ناس قادرين في الاعلام وعارفين واش يديروا ويوظفوه للنية المعلنة للرئيس أنه يمكن يغير، كان يبدأ لكن لم يكن بالعكس في الموضوع هذا، لكن لم يكن العنوان. يعني أنت في الحقيقة أنه بالعكس تم وقف ما عمودك في صحيفة الخبر من قبل باتصال من مسؤول في الرئاسة بطبيعة الحال. هذا واحد من هذه ضربة لي هو مش لي أنا في الحقيقة. أنا الحاجات اللي نكتبها ما هيش ضد الرئيس، هي أنني ننبه الرئيس لمثل هذه. طيب. أنا ناصح ليه أكثر مما أنني ناقد له لو كانوا يفهموا، ولكن اللي بحذاه واللي اعتمد عليهم في الإعلام ناس مطفيين ما يعرفوا والو. يعني إلى درجة أن محمد شريف مساعدية واحد المرة في الثمانينات لما شاف الكتابة تاعي حرشة في وقت الحزب الواحد قال لي رد بالك تعتقد باللي لكن تارك مضاد للسلطة، تارك تقدم خدمة للسلطة بالنقد تاعك هذا البناء خير من المشيتين. قلت له سي محمد شريف رجاء أنا هذا رأس مالي، هذه رجاء أنا هذه المعلومة خليها هذيك ما تقولهاش حتى رأس مالي يزيد تحيولي. طيب يعني ابقى معنا أستاذ سعد، الناس اللي يفهموا مثل هذه الأمور ابقى معنا أستاذ سعد بعقبة. نعم. ابقى معنا أستاذ سعد بعقبة وأستاذ كمال قمازي. ولكن هل ما يحدث في النهاية يعني ما كلها مؤشرات يعني أو نوع من الديجافيو لنفس المنظومة، ربما الوضع زاد سوءا أصلا في قصة التسريبات هذه المرة، بينما يتم الحديث عن عهد التسريبات الذي ولى. أستاذ كمال قمازي هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ كمال قمازي. حسام غانم أعود إليك أستاذ حسام، ولكن يعني ما يحدث في النهاية الحديث عنه، أنت تصر على أن هناك فعلا جزائر جديدة، ولكن ما يعيشه الجزائريون في الواقع مزيد من الغلق الإعلامي، وبالعكس تكثر الإشاعات والتسريبات ما زالت مستمرة في مواضيع أهم. يعني أصر، ولكن هذه حقيقة نعيشها يوميا كمواطنين جزائريين كإطارات جزائريين. أنا أخي جمال أؤكد لك أن الوضع تغير كثيرا وتغير إلى الطريق الصحيح، وهنالك نقاط العديد من النقاط الإيجابية نلاحظها بأم عيننا في شتى المجالات. أخي جمال، الدولة الجزائرية اليوم راهي فاتحة العديد من الورشات من أجل استرجاع قوة الدولة الجزائرية، وخاصة على المحور في القارة الإفريقية أو حتى على المستوى العالمي. أخي جمال، لما اليوم رئيس الجمهورية يؤكد على نقطة، لماذا هذا الهالة الكبيرة على هذا البيان وخاصة فيما يخص التسريبات؟ بالأمس القريب فقط لما نرجع للجارة المغرب وما حدث بها، أليست تسريبات لما جيش أجنبي يقوم بتصرفات شنيعة للإخوان المغاربة أشقائنا المغاربة؟ لم تخرج هذه المعلومة من الدولة المغربية، ولكن خرجت من جهات أجنبية ومن صحافة أجنبية. أخي جمال، مؤخرا زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر
والوفد المرافق له أليس تسريبات لقمة يعني من الإسلام والدولة الجزائرية بمن هو قادم في الوفد وربما تمارس سلطتها وسيادتها وترفض بعض الأشخاص دخول أراضيها؟ أليس أخي جمال تشويش وتعكير للجو العام في الجزائر لما يقال هنا وهناك أن الرئيس الفرنسي عائد إلى الجزائر وسوف تعود بقوة ولن يكون هنا هنالك سياسة رابح رابح وسوف تبقى سياسة رابح خاسر؟ أخي جمال نحن نعايش الوضع في الجزائر حقيقة هنالك بعض النقائص، حقيقة ما زالت الورشة مفتوحة والدولة الجزائرية ما زالت تسعى جاهدة من أجل ضبط أمورها. لما أود أن أشير لنقطة فقط أخي جمال، لما رئيس الجمهورية يأتي بسياسة لم الشمل أخي جمال هو ورشة كبيرة، ولكن للأسف أبواق في الخارج تريد أن تعكر الجو وتريد أن تختلق بعض أن نقول السياسات التي ربما لا تعمل على إصلاح الوضع في الجزائر بل دائما من أجل إفساد. ولكن هذه الأبواق التي تقول عنها في الخارج يتم تسريب لها المعلومات الحساسة عن مدراء وقادة المخابرات. لماذا يتم تسريبها أخي جمال؟ رئيس الجمهورية في الخطاب السابق وظهوره إعلاميا أكد على أنه في 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 وسط المجتمع الجزائري وفي مؤسسات الدولة الجزائرية ما زال هنالك أناس تغلغلوا منذ 30 سنة أخي جمال وهم يمارسون في تعسف كبير. نفس الشيء في الخارج حقيقة لا ننكرها، هنالك من هو ليس جزائري حر بل هو عدو للوطن، ما زال يستغل في أسرار الدولة لخدمة أجندة أجنبية. طيب ولكن يعني أنت يقال بأنه ناقل الكفر ليس بكافر، يعني أنت تدين بين قوسين من تراه بين قوسين أنه مع أنه طبعا ربما تحفظات قد يرد هؤلاء بكلام آخر، بينما لا تدين الكفر الذي ينقل بين قوسين يعني أو التسريبات. يعني أنا أقول أنه هنالك وضع انطلقنا منه ونحن في إطار تصحيحه، ومن بين إجراءات تصحيحه أن رئيس الجمهورية أكد على أن المؤسسات تاع الدولة الحمد لله استكملت. طيب. والآن يجب لم الشمل ويجب الاتحاد من أجل تجسيد السياسة الحقيقية للدولة الجزائرية. طيب كيف يمكن الحديث عن لم الشمل وبين يعني حتى من الناحية الإعلامية لم الشمل أنه صحفي كتب مقالا عن التمور وفي الحبس تم تفريق شمله عن عائلات ولا لا نتحدث عن معتقلي الرأي مازال أكثر من 300 معتقل بينهم خمس نساء وبينهم صحفية. نحن في حزب الكرامة أخي جمال وخاصة وأنني كمحامي ودفاع ننبذ ونحارب هذا القمع، والدولة الجزائرية أبدت حسن النية من خلال ما هو يجسد من تعديلات قانونية جديدة، من خلال ما هو يجسد من سياسة منتهجة. أن نحن فيما يخص قانون لم الشمل نحن معه، نحن مع رد طيب. المظالم إلى أهلها. طيب يبقى لا نريد في الجزائر أحدا يظلم أبدا. شكرا لك حسام غانم. أعود إليك أستاذ كمال قمازي. أستاذ كمال قمازي أعود إليك، سمعت مقاله أستاذ سعد بوعقبة ومقاله حسام غانم، يعني أنت فكرتك بأن القصة كل هذا المقال مرتبط دعنا نقول بتلميع مقصود مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العهدة الثانية ليتبون، ولكن ألا يقول هذا الوضع والنقاش حول التسريبات ما يقوله عن طبيعة منظومة الحكم؟ طبعا هذه طبيعة منظومة الحكم، والكلام على التسريبات والإشاعات هذه ماهيش وليدة اليوم، يعني هذه احنا من اللي عرفنا العمل السياسي دائما هناك
سواء سبق صحفي أو معلومة قد تكون إشاعة ثم قد تكون صحيحة. وكما تفضل الأستاذ سعد بو عقبة، الإشاعة والسبق هذا يدرس في الجامعات يعني، ومتى تنتشر الإشاعة لما يحرم الناس من معرفة الحقيقة ومن المعلومة الصحيحة ومن التقرب من وسائل الإعلام. وكما قلت يعني هناك دول يوميا الناطق الرسمي يتكلم وتجمع له الصحافة ويسألون ويتعمقون في الأسئلة، كل ذلك من أجل إنارة الرأي العام. ولكن كما قلت يعني قرب نهاية العهدة مر منها يعني ثلاث سنوات والعهدة الثانية والعهدة المقبلة عفوا والرئاسيات المقبلة على الأبواب، وليس هناك إنجازات هكذا يعني، سواء إنجاز اقتصادي أو إنجاز اجتماعي أو إنجاز، بالعكس يعني حتى من جانب حقوق الإنسان هناك ضغوط كبيرة، هناك المساجين وما نتكلموش على قضية المساجين التعينيات ولا المخطوفين والمفقودين والأوضاع الاجتماعية والحرقة التي صارت يعني فضيحة يعني يوميا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني البلد الذي يهرب منه يعني وش هو واقع فيه، كيف تهرب الناس من الجزائر، والجزائر هي قطعة من الجنة يعني فوق الأرض، فيها كل الخيرات وفيها كل يعني مقومات أن تكون بلد ناجح بلد مزدهر، ولكن سوء التفسير الذي أوصل إلى هذا الوضع. ثم أكيد أن الصراع الأجنحة والصراع العصب هو الذي يعني تنتشر يعني يجعل انتشار هذه التسريبات، وكما يعني كما جاء في المقال تعويكات الأنباء الجزائرية يقول انتهت يعني الممارسات تاع العقدين السابقين يعني القصد منها الفترة 20 سنة تاع بوتفليقة، والمعلوم أن كل الوجوه التي هي الآن في الواجهة وفي التسيير وفي الرئاسة وفي البرلمان وفي يعني الولايات وكل القطاعات التي بيدها التسيير كلها كانت في عهد بوتفليقة يعني من الوزراء من المسؤولين يعني، فكيف يكون الجديد بالوجوه القديمة بالوجوه التي عاشت في نفس السياسة وفي نفس ما الذي تغير يعني، هل ثابت على الممارسات السابقة، هل يعني ما هو الجديد الذي تغير حتى نصل إلى هذا الكلام هذا. وحتى بالنسبة لل يعني كما جاء في البيان قال كان يسرب لقناة ولوسيلة الإعلام، نحن نعلم أن كانت هناك التغطيات نتاع التلفزيون العمومي، ودائما وجود قناة النهار كأنها يعني قناة عمومية وكأنها التلفزيون العمومي، ثم اليوم كذلك هناك قنوات مفضلة وهناك وسائل يعني إعلام أو صحف مفضلة تعطى السبق الصحفي وتعطى المعلومة الحصرية، ويعني لازلنا في نفس العقلية وفي نفس الممارسات، فنعتقد أنه لا شيء تغير، لازالت يعني الحالة هي. لست أدري ما الجديد في هذا المقال الذي هو أصلا قد سرب كما قلت الجمال يعني، وأصلا الخبر هذا كان معروف منذ تقريب أسبوع يعني. يعني تسريب المسرب وتجريب المجرب نحن فيها. نعم هذا هو الواقع. نعم. سعد سعد بعقبة الوقت دائم، وأنا أختم معك، تسريب المسرب وتجريب المجرب، ويعني ما زال يقول كمال الأستاذ كمال قمازي عن صراع العصب وصراع الأجنحة. الخوف، كل الخوف أن هذه الحكاية تاع ما يعتبره الناس صراع حول رئاسيات قبل الأوان شيء مخيف يعني، إذا كان فعلا هذا هو الموضوع. على خاطر نتذكروا باللي تذكر ربما تذكر معنا في 2003 وضع تبون الآن يشبه وضع بوتفليقة في 2003، أحداث أكتوبر أحداث سبتمبر أدت إلى رفع الحرج على
ما كان يسمى في الوقت ذاك بملاحقة الإرهاب على أنه مساس بالحريات وكذا حاجة من هذا النوع. لا تحدث سبتمبر حرت الجزائر تجاه الاستئصال اللي يسموه هذاك، حرته من هذا الحرج. أيضا حرب الخليج وفرت للبلاد في ذلك الوقت كميات كبيرة من الدراهم، ومع ذلك وقع هذا الصراع اللي شفناه في 2004 حول العهدة الثانية للرئيس. يعني إلى درجة أن لاحظنا بسمت المؤسسة العسكرية اللي هي تصنع الرؤساء عادة، وضع تبون الآن إذا كان الرئاسية تبدأ فيها صراع ذرك، يعني كما يقولوا الإخوان، معنى هذا أن الوضعية هي تقريبا نفسها، لأن حرب أوكرانيا أدت إلى أن مبالغ مالية دخلت الجزائر خلتها مريحة كما كان بوتفليقة مريح في 2003. وأيضا الحرب الأوكرانية هذه أنهت ضغوط اللي، ولكن ليست الأوضاع مختلفة. الآن ليس هناك قائد أركان مثلا مثل محمد العماري حينها، وليس هناك بنفليس مثلا، وليس هناك من يراهن على شخص. يعني الأوضاع لا تبدو متشابهة، ربما بالعكس، أنه حتى هناك برغم الاختلافات والصراع الأجنحة هناك يعني شهر عسل بين الرئاسة بين قوسين وبين الجيش. وقتاش؟ الآن ولا بكري؟ الآن. لا، ما هذا الحديث باللي الرئيس ولا هو كل شيء، هذا دليل على أنه على أن كان فيه شيء. لو كان ما كان شيء ما يهضروش هذه المسائل، لأن منطقيا الرئيس هو يكون كل شيء. يعني هل أفهم من كلامك يعني الوكالة تقول تبون يمارس الدور المحوري في شؤون الدولة أنه مسيطر على التسريبات في الرئاسة بينما التسريبات تحدث في الجيش مثلا؟ هل هذا المقصود برأيك؟ لا، ما قلتش هذا الكلام. هذا قلت أن إذا كان الرئاسيات ما زالت تم بنفس العقلية اللي تمت به في 2004 و2009 و2014 و2019، راهي كارثة. يعني كان المفروض نخرجوا من هذا، ما نبقاوش في مرحلة اللي تجي الرئاسيات تحكموا كروشنا. الرئاسيات معناها أزمة، لازم نخرجوا من هذه، سواء على مستوى الجيش ولا على مستوى المؤسسات. لكن ماذا على مستوى يعني الشعب؟ صحيح الملاحظة تاعك في محلها أستاذ. في 2003 ولا 2004 المجتمع كان السياسي إلى حد ما كان نشيط، كان لفلان شوية وكان الآن هذه الأحزاب انتهت يعني تقريبا، وبناءها ليس قوة للنظام، هو في الحقيقة ضعف للنظام لو كان، وهو إضعاف للنظام وليس قوة له. لأن المسألة إذا كان ولات صراع داخل الأجهزة برك بدون صراع مع الشعب وبالشعب وحول الشعب، المسألة تكون طيب. ليس هناك معطى آخر أستاذ سعد بعقبة، ليس هناك معطى آخر الآن؟ كان هناك حراك والشعب يريد تغيير حقيقي، ملا من هذه الصراعات، يريد دولة مدنية ماشي عسكرية، يريد تغيير يليق بالجزائر. طبعا يظهر أن السلطة فرحانة أنها أنهت المجتمع السياسي واستتبه لها الأمر، ولكن الحقيقة هذا معناها أنها تحرر الشعب من القنوات اللي تمسك بهم السلطه هذا الشعب، وبالتالي ما يمكنش نتنبا برده فعل الشعب في حاله ما اذا كان راح الاشياء لا تحمد عقباها. وايضا اللي يبدو ان الاخوان ما دارولوش الحسابات، ما داروش حسابات للموت، وما داروش حسابات للشعب كعامل أساسي، لاعب أساسي رئيسي في القضية، أسقطوه من حساباتهم، وهي حسابات ليست
مأمونة العواقب بالنسبة لأمن البلاد وليس بالنسبة لأمن السلطة وحدها. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد بعقبة الكاتب الصحفي، نسعد بمشاركتك دائما معنا كما نسعد بضيوفنا ومشاركات ضيوفنا الأستاذ كمال قمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبحسام غانم المحامي والقيادي في حزب الكرامة. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحصة، نسعد بمشاهداتكم باختياركم لقناتنا، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.